دولة الإمارات العربية الشقيقة، ده الكلام ده كان في أكتوبر 2013، كان بإجمالي حوالي 4.9 مليار دولار، منهم 3.9 مليار دولار لمشروعات استثمارية محددة وبدقة. من ضمن هذه الحزمة كان في إنشاء 25 صومعة جديدة بطاقة استيعابية حوالي وتخزينية حوالي 1.5 مليون طن بتكلفة تقديرية حوالي 300 مليون دولار. اللي احنا بنوقعه النهاردة هو أول صومعتين، صومعة في مينا دمياط بحوالي 70,000 طن طاقة تخزينية حوالي 70,000 طن، وصومعة أخرى في منطقة العمرية بتخدم أساسا مينا الدخيلة بحوالي 60,000 طن. التكلفة التقديرية لكل صومعة حوالي 23 مليون دولار، والمدة التنفيذ حوالي 18 شهر. إن شاء الله هنضغط إن هو يكون يتم التنفيذ في أقل من كده. دي الحقيقة يعني تقديراتنا، المشروع لما يكتمل إنشاء الصوامع بيوفر لنا حوالي 10% من الهدر اللي موجود عندنا، 10% فاقد بسبب عدم وجود هذه الصوامع، وبالتالي ده بيعني ماليا حوالي 2.7 مليار جنيه عائد سنوي. فاعتقد مشروعات في غاية الأهمية، إن شاء الله متفائلين جدا خلال الفترة الجاية يكون في مزيد من التعاون ومزيد من المشروعات اللي تبقى بتمس فعلا المواطن مباشرة، وناس بتشعر إن بالعائد لهذه المشروعات. مردود هذا المشروع ومزايا زي ما قلت لحضرتك، هي المنظومة كلها، احنا عندنا المنظومة سواء الإنتاج والتوزيع يعني مرتبطين ببعض كبير جدا. كنا بنشتغل على توسع أفقي وتوسع رأسي علشان نزود المساحة المنزرعة من والمساحة المحصولية من القمح ومن الحبوب المختلفة. فاحنا كمان مهم في المقابل يكون عندنا طاقة تخزينية علشان تقدر تساعد على رفع كفاءة هذا الإنتاج. وزي ما بقول لحضرتك، ده هيكون ليه مردود، مش عايز أقول بس في العيش، بس في رغيف الخبز فقط، ولكن في كل الحبوب، لأن الصوامع هتستخدم في تخزين حبوب مختلفة. وأعتقد ده هيبقى ليه يعني بإذن الله مردود إيجابي كبير جدا إن شاء الله.